أهلا بكم. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله إلى جانب قادة وزعماء من مختلف دول العالم في مراسم جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية التي أقيمت بكنيسة وستمنستر في لندن. وحضر مراسم الجنازة غير المسبوقة عدد كبير من قادة وملوك العالم لتوديع شخصية محبوبة وحدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عاماً. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد استذكر في رسالة بعثها إلى ملك بريطانيا دور الملكة الراحلة في تعزيز العلاقات الوطيدة بين العائلتين المالكتين والشعبين في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.